بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي متابعي قناة مينا صوت للبرمجة، درس جديد من سلسلة دروس دلفي دائما مع المكونات. اليوم سنرى ليست بوكس. رأينا في الدرس السابق الكومبو بوكس، اليوم سنرى الليست بوكس. إذا نفتح الدلفي، مشروع جديد، ثم نفتح الانسبكتر لوبجي و بروبريتيز. اذا نجد الليست بوكس في القائمة ستاندر. هنا نجد كومبو بوكس وهنا نجد الليست بوكس. كما يحتوي الدلفي في النسخة الجديدة على عدة مكونات من صنف ليست بوكس. نكتب هنا ليست بوكس. إذا نجد في الحزمة ستاندر ليست بوكس الذي وضعناه هنا. الوين 32 نجد فايل ليست بوكس و دايركتوري ليست بوكس. السيبريمو نجد تشيك ليست بوكس و color list box. إذن هذه المكونات الستاندر الخاصة بالدلفي. إذن ما هو الليست بوكس؟ الليست بوكس هو عكس الكومبو بوكس. الكومبو بوكس فيه قائمة منسدلة، هذا الليست بوكس عكسه، لا يوجد قائمة منسدلة وإنما يعطينا جميع العناصر هنا. والخاصية المهمة في هذا الليست بوكس هي دائما الايتمز. اذا وقلنا ان الايتمز هي عبارة عن اسطر من صفر الى ما لا نهاية، ويعتبر السطر صفر line والعنصر الواحد. وكل line عبارة عن index، يعني لكل سطر index، لكل عنصر index. مثلا نأخذ الحروف اللاتينية، مثلا نأخذ 5 حروف مثلا، أضغط على OK. إذن فيقوم بوضع items هنا لكي يظهر لكم العمل. سنقوم بتغيير حجم الفونت هنا إلى بولد 16 أو 14. أوكي. إذن تم تغيير الفونت. إذا لاحظوا هنا ليست بوكس يحتوي على عدة عناصر. إذا عند التنفيذ إذا تظهر هذه العناصر. إذا ها هو العنصر الأول، العنصر الثاني، الثالث، الرابع والخامس. يختلف عن الريتش إيديت في كونه يحتوي على عناصر. هنا عناصر ريتش إيديت يحتوي على أسطر ونصوص، هو مختلف عن الريتش إيديت. إذن نأتي هنا لنرى بعض الخصائص الخاصة به. لدينا الألاين. الألاين يعني أين نضع هذا المكون، في الطوب، في اليمين، في اليسار، وفي الأسفل، أو في جميع النافذة. إذن لدينا الألفا بلاند وهي متعلقة بشفافية العنصر. أوتو سكرول، أوتو سكرول بمعنى صعود والنزول بين العناصر داخل هذا الليست بوكس. كما لاحظوا
عند تجاوز حد الحجم الذي نضعه فيه أو عليه، الذي نضعه عليه، فإنه يأتي لنا بسكرول بار هنا، سكرول بار، تنزل وتصعد في المكون. نلاحظ لدينا سكرول بار هنا تنزل بالعناصر. هنا نستطيع عن طريق أزرار الكيبورد النزول والصعود أو الهبوط والصعود داخل هذا المكون، أو عن طريق سكرول بار عن طريق هذه الأسهم. ثم لدينا البي دي مود. البي دي مود قلنا رايت تو ليفت أو ليفت تو رايت. لدينا الكالر، تغيير اللون الخاص به. لدينا خاصية جميلة جدا وهي الكولوم. الكولومز يعني يمكننا أن نقسم هذا الليست بوكس إلى عدة أقسام. هنا مثلا نضع 2 إذن ونقوم بإضافة items. لاحظوا نضيف items إلى الليست بوكس. نضغط على اوكي. اذا لاحظوا هنا كم اصبح عدد الكولومز، اصبح هنا 2. يمكننا اضافة عدد غير منتهي من الكولوم. لاحظوا ويمكننا كذلك لاحظوا هنا واحد 2 و3، اذا بالاضافة الى الكولوم 0 و2. هنا وضعنا كولوم، وضعنا 2، فأصبح الليست بوكس يحتوي على عدة أعمدة بها عدة عناصر، وأنشأ لنا سكرول بار لعمل سكرولينج بين هذه الأعمدة لرؤية جميع العناصر الموجودة في هذا الليست بوكس. إذن بالإضافة إلى الخاصية كولوم، لدينا الخاصية كيرسور خاصة بتغيير شكل مؤشر الفأرة. خاصية انابلد تقوم بأكتيفيت المكون و ديزاكتيفيت. لاحظوا لدينا الفونت لتغيير شكل الكتابة ونوع الخط. لدينا الهايت خاص بالمكون كله. لدينا الخاصية items التي قلنا عليها. لدينا الخاصية ملتي سيلكت، حيث عن طريقها نستطيع أن نقوم بسيلكت لعدة عناصر. هنا بالضغط على مثلا هنا الضغط في الكيبورد على الكنترول أو الشيفت. عند الضغط على الشيفت يقوم بسيلكت لجميع ما هو داخل الليست بوكس. أما بالكنترول لاحظوا استطيع تضليل الـ A ثم D ثم M ثم U مثلا. إذن هذه خاصية الملتي سيلكت. طبعا لكل مكون نيم، هذا باي ديفولت ليست بوكس 1، نستطيع عن طريقه تغيير اسم المكون. لدينا بوب اب منيو يقبلها، يستطيع ان يقبل قائمة جانبية. سكرول ويدت نقوم ب
تكبير حجم سكرول بار. شو هند كذلك يمكننا عمل هند داخل المكون. ستورد نستطيع من خلال الخاصية ستورد كما رأينا في الكومبو بوكس من ترتيب العناصر داخل هذا المكون. لاحظوا قام بترتيبها. ولدينا ستايل، لدينا هكذا اونر دراو اكسد، اونر دراو فاريبل، لدينا ستاندر، ولدينا فيرتيال، ولدينا فيرتيال اونر دراو. إذا قمنا بالتنفيذ لاحظوا لا يوجد عناصر داخل المكون ليسكس. نعود إلى ستاندر، إذا نلاحظ أن العناصر اختفت. إذا نقوم بفتح items ونضع بعض العناصر. إذا لاحظوا عودة العناصر داخل هذا المكون. إذا لدينا tab order وكذلك tab stop التي سنراها لاحقا، و top و left كما رأينا في العناصر السابقة. لدينا visible إظهار وإخفاء النافذة، و width خاصة ب عرض هذا المكون، و الطول الخاص به الهايت هنا كما تلاحظون. إذا ولدينا هذا المكون الخاص بالألوان color list box. color list box يحمل عدد لا بأس به من الألوان التي يمكن من خلالها عمل ألوان لبعض المكونات. مثلا هنا على سبيل المثال سنأخذ تلوين للفورد مثلا، سنقوم بتلوين الفورد عن طريق هذا المكون. إذا نأتي إلى الفورد أو عن طريق هذا المكون on click قل له فورد واحد الكالر الخاص بها، أعطيه إلى المكون كالر ليست بوكس واحد سيلكتد يعني اللون الذي نقوم باختياره. نفذ. نلاحظ هنا النافذة كيف سيتغير لونها، مثلا هنا إلى هذا اللون سيال ماران، ثم جرين، إلى سيال أوليف، إلى تيل، إلى سيلفر ريد. ويمكننا عمل ذلك مثلا على ليست بوكس، مثلا ليست بوكس واحد نعطيه كذلك إلى هذا الكود وننفذ. سنلاحظ تغير لون مع النافذة، تغير لون لاحظوا وتغير اللون مع لون النافذة كما تلاحظون. هذا عن المكون
color list box. لدينا مكون آخر خاص بالليست بوكس وهو المكون file list box والذي يعطينا جميع الفايلز الموجودة في مجلد معين نختاره نحن بالطبع. ثم لدينا هذا المكون كذلك وهو مكون آخر ينتمي إلى مجموعة list box وهو list box directory والذي ترونه مثلا هنا، مثلا نرى واحد مثله في هذا، تلاحظون ها هو كما ترون في الويندوز تقريبا نفس العمل، وهو هنا داخل مجلد الدلفي يعطينا جميع المجلدات وجميع الملفات داخل المجلدات. مثلا هنا لاحظوا في المجلد سي يعطينا جميع ما يوجد داخل المجلد سي، ويمكننا تصفح ما داخل هذه المجلدات. يبقى لدينا هذا التشيك ليست بوكس، هذا سنراه في درس لاحق إن شاء الله. إذا كان هذا درس عن مكونات ليست بوكس الموجودة في الدلفي. سنرى إن شاء الله بعض التطبيقات على هذه المكونات التي رأيناها في دروس لاحقة إن شاء الله. تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.